أنا سمعتها أولاً، أنا الفائز. توقفا أنتما الاثنان، كلاكما تعاقبتماها، أنتما متعادلان. لا تعادل، بل نتسابق. وجدتها، من يصل هناك أولاً يفوز. هل يجب أن نتسابق الآن؟ الزاحف محق، لا فائدة من ذلك. سأفوز بسهولة بسرعة القط الخارقة. هذا مستحيل، جناحي الخارقان أسرع بكثير، سأفوز بسهولة. ماذا؟ لا أظن هذا. استعد لتراني وأنا أفوز مجدداً. جناحي الخارقان! بسرعة النمر يتجه الفتى القط إلى السطح ويتفوق على البومة بسهولة. مستحيل، وصلت هنا أولاً. مستحيل، ليس مهماً الفوز، يجب أن نعرف ما تخطط له الفتاة لونا. انخفضا، السفارة معها. أوثر، انقسمي نصفين، مستعدة؟ اجهزي. أوثر، التشكيل الأول. أسرع، لا أريد أي فاشلين هنا. ستكون جميع الدمى في متجر الدمى لي قريباً. حسناً، الفريق الذي يحضر أكبر دمية هو الفائز. أولاً، الفريق الأول. أحسنتم يا أعوان السارقين، لكن هل ستجعلونهم يفوزون عليكم؟ غير معقول، لن نسمح لها ولا لعثتها أن يأخذوا الدمى. إن استعدنا تلك السفارة سوف يختلط الأمر عليها. وحينها لن يعرف أي فريق عليه سرقة الدمية التالية. من يتسلل نحو لونا ويأخذ السفارة سيكون الفائز. مهلا، هذه ليست الخطة، لما نحاول التغلب على بعضنا؟ لا فائدة من هذا، سأفوز باستخدام تخفي الزاحف مرحبا أيها الوسيم، إنها فرصتنا، استخدم قبضة الزاحف لتنزل للأسفل وتتسلل إلى المختبر. هذه أسهل مهمة حتى الآن. أمسكها أيها الزاحف. افعل ذلك. افعلها. المقنعون المزعجون، خذوا هذا. أيها الزاحف! أنت بخير، لكن لما لم تحضر الصندوق؟ كان أمامك. سنحصل عليه المرة القادمة. ترى لما أخذ روميو صوتك؟ المقنعون صيغة. زاحف صوتك؟ القط الصغير والحمقاء، لستما ذكيان. هذا ليس لطيفاً. أنت هو بطلي روميو. لا يزال مع روميو وهو يستخدمه. إلى سيارة القط. لن تمسكوا بي، لأنكم مجموعة من الأخيار الأغبياء، لا تملكون بعد النظر. لستم كروميو، إنه عبقري بالكامل. أجل، عبقري وليس زاحفا طابقا ومقززا مثلي. زاحف دبق ومقزز، أنا عبقري في ابتكار الإهانات. وحين يأتي القط والحمقاء لاستعادة صوت الزاحف سأسلب صوتيهما أيضاً، وحالما أحصل على أصوات أولئك المقنعين فلن يتمكنوا من وضع خطط لإيقافي مجدداً. يا لها من خطط عبقرية. شكراً، وهذا رأيي أيضاً. حسناً أيها الزاحف، سنتولى أمر روميو وأنت اهتم بالآلة. أرجوك أيها العبقري روميو. أرجوك يا صاحب العقل الكبير. يا أذكى الأذكياء، هل أعدت لنا صوتك؟ سنقدر لك ذلك. ذو العقل. من نجم البرامج التلفزيونية الآن؟ أنا هو. رائع، والآن خذ لقطة جانبية. ها. 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 إنه سيف المعلم فانغ، هيا أعده حالاً. إنه الفتى القط الصغير. انسى الأمر،
يمكنني استخدام هذا السيف بشكل أفضل من ذلك المعلم الفاشل فانغ، وهذا يعني أن برنامجي سيكون أفضل. أيها الفتى القط، ما الخطة؟ سرعة القط الخارقة. شجاع، انتظر. أنتم أيها المقنعون الصغار لستم على طبيعتكم هذه الليلة. إنه غاضب للغاية، حتى إنه لم يخبرنا بخطته. ماذا يريدنا أن نفعل؟ لا أدري، دعنا نساعده. تخطي الزاحف الخارق. نينجا تحركوا. احترق! هيا القذيفة اللاصقة. حان وقت برنامجي التلفزيوني الخاص، ولن يكون هناك تذاكر لتماثيل المقنعين العاجزين عن التصفيق. لن تفلت بفعلتك. حقا، لكن ها أنا أفلت بفعلتي الآن وداعا. إلى اليسار، إلى اليمين. سأحرركما. شكراً أيتها البومة. محارب النينجا الشرير. ابدأ من فضلك صديقي، نحن بحاجة إلى خطة. نعم، حافظ على هدوئك كالمعلم. فهو لا يغضب أبداً. أجل، لأن سيفه لم يتعرض للسرقة من قبل. مؤكد إنه غاضب مثلي. روميو، ماذا فعلت بصديقي؟ إنهما هنا، لكنهما يعملان عندي الآن. ماذا؟ البومة، الزاحف، ابتعد عن روميو. لن نفعل، نحن نطيع روميو فقط الآن. هناك شيء غريب يحدث. الفتوات. ليس هناك ما تراه. حقا؟ لنحاول تسليط بعض الضوء على هذا اللغز. الكران. ماذا؟ دريك، أمايا، أمسك بنا عندما كنا نلعب خارجاً. كان ذلك سهلاً من دون قواهما الخارقة. ولكن في هذه الحالة، من هما؟ ابتعد عنهما أيها الفتى القط. مهلاً، قال مشغل الصور روبوت إنهما ليسا صديقي. لا، ما ظننته؟ ليس إلا نسختين رائعتين لهما. ولو لم أفقد دارتي الإلكترونية لكنت واحداً منهم. دارة إلكترونية؟ أتعني هذه؟ دارتي الإلكترونية. لا تكن واثقاً بنفسك كثيراً أيها القط. ستقوم البومة الآلية والزاحف الآلي بوضعك في قفص أيضاً، ثم سأحكم العالم ولن تتمكن من إيقافي. حررنا لنقوم بمساعدتك. ليس من دون قواكما، لا تقلقا، سأحضر لكما المنامة. هل تبحث عن هاتين أيها الفتى القط؟ أجل، المنامات أصبحت ملكي وأنت ستكون لي. أيملكان نفس قوة الزحف والبومة؟ أو لا، بل أفضل. شاهد هذا وحسب. قوة إضافية، ليس عدلاً. لقد حذرته، استغرقت عواماً لأصمم الحاسوب الخارق لتشغيلهما. لا يمكن إيقافهما الآن ولا إيقافي. لقد تجمد ذيلي. تأثير مؤقت لوقت كاف لأضعك في قفص. دورك أيها الزاحف الآلي. أيها الآليان، أمسكا به وأحضرا لي يد. لا أصدق، إنها في منزلي. لا، بومة العطاء. تمثال القمر هذا ممتاز، لماذا لم تحضريه لي أيتها العثاث؟ سأخذه معي وسأجعلك تعيدين جمع تلك الأشياء الرديئة. هل سمعتي؟ ستعيد الأشياء إذا حصلت عليها. رائع، كان عليك أن تعطيها لأحد بأي حال. أجل، وهذا سيشعرك بإحساس رائع، لا شيء أفضل. إنها ما يحتاج إليه عرين لونا الجديد. إنها مدهشة، إنها جميلة، إنها... ماذا؟ إنها بومة الاحتفاظ بالفعل. بسبب هذا سأحتفظ بكل شيء سرقته وسأخذ المزيد، سترون. لقد حصلت عليها.
مرحى. علينا إيقاف الفتاة لونا. سنفعل، لا مشكلة. أينما تذهب لونا سوف نتبعها. هيا تتجه نحو المتحف. أيها المقنعون لنتحرك. شيء من هذه الأشياء رائع كروعة تمثال القمر. استمري بالبحث أيتها العثاث. ألا يمكنك إعطاؤها ما تريده؟ لا، بومة العطاء ملكي أنا. حسناً، لنجرب هذا إذن. سرعة القط الخارقة. هيا أيتها العثاث، نحن لا نملك اليوم. ماذا؟ هاي، ماذا يحدث؟ إن الأبواب كلها مغلقة لونا. احتجزناكي. مستحيل، لوحة لونا. لا. أحسنتما يا محاربي نينجا. وها هم المقنعون الصغار. هل أتيتم لإبداء إعجابكم بقالب الحلوى خاصتي؟ إنه ليس لك، إنه للزاحف. ما عاد كذلك، إنه حفلي. وأنتم لستم مدعوين، حان وقت ألعاب الحفل. لا يمكنك إقامة حفلة لك بقالب الحلوى خاصتي. هاي، نستطيع هزيمتك بإحدى الألعاب. أنتم ماذا؟ لنلعب المطاردة العمياء. كأنكم تستطيعون هزيمتي، لكن إن أردتم المحاولة سنلعب تمرير الهدية. أريد المطاردة العمياء. لا، هذا حفلي وأنا أختار اللعبة. لن ألعب إذن. جيد، لم أشأ ذلك على أي حال. هيا أبقيه منشغلاً وأنا سأحضر القالب. أنا والزاحف نريد أن نلعب. وسوف تخسران. محاربي نينجا، أحضروا الهدية. حسناً، سنمرر الهدية حتى تتوقف الموسيقى، والشخص الذي يحملها يزيل الغلاف. أي موسيقى؟ ها، توقفت الموسيقى. يا لحسن حظي. حسناً، الجولة الثانية. أنا ثانيةً. قلت لكم إنني بارع. ماذا؟ كم عدد الطبقات؟ أنا محظوظ جداً. أخيراً، انظرا، إنه مجسم مصغر لي. نينجا الليل يحسن القيام بكل شيء. ربما، لكنني استعجلت. هذا غريب، إنه كاميرون. أجل، يسير أثناء نومه. إنه نائم ولكنه يحلم بأنه يتنزه. علينا إعادته إلى الفراش. أجل، لكن لا يمكننا نقله بالسرعة الخارقة أو التحليق به، وإلا سيستيقظ ويفزع. مرحى. أعيد الدمى المتحركة لونا. في أحلامك أيها الزاحف. عثاث، أريه ما يمكنك فعله. ليس ظريفاً. بل هو كذلك، إنه أفضل عرض دمى متحركة على الإطلاق. أحسنت أيها الفتى الزاحف. حسناً، إليك الخطة. زاحف؟ زاحف، أنت على ما يرام؟ نعم، لكن عليكم استعادة الدمى. سينقذ المقنعون الصغار الموقف. سرعة القط الخارقة. عثث عليك بهم. رياح الدمى. عثث، ماذا تفعلين؟ أحسنتما صنعاً. هل
الدمى بخير؟ أجل، لكن كاميرون لا، تركناه لأننا ظننا أنك بخطر. من هو كاميرون؟ كنت أحاول استعادة الدمى وحسب. ماذا يفعل كاميرون هنا؟ من كاميرون؟ يسير أثناء النوم. من كاميرون؟ سنعيده للبيت. إنه أهم من الدمى. من يكون كاميرون؟ حتماً سيكون دمية رائعة. ستوقظه، لنوقفها. لا ترمي بالدمى على الأرض، انظرا كم هي رائعة. نعم أيتها الدمى، ارقصي قليلا ثم لوحي لصديقاي. يه 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 نينجا ليل. هي أها. إنه أصغر المقنعين. لا يمكنك أخذ حافلة المدرسة، كيف سيعود الجميع إلى منازلهم؟ لا يهمني، أنتم أيها المقنعون الصغار تمسكون بي دائماً باستخدام مركباتكم المريعة. أصبح لدي مركبة خاصة، وستكون أسرع وأقوى وأروع مركبة على الإطلاق. لن تكون قوية كقوة مركبة الزاحف. إنها أفضل بكثير من تلك المركبة الخضراء اللزجة التي تنتقل بها. مستحيل، أيمكنها الالتصاق بالجدار هكذا؟ ربما لا، لكن الالتصاق بالجدار ليس رائعاً جداً، ليس إن أصابتها القذائف اللاصقة. أيها النينجا المزعج! محاربي النينجا، أنا وحدي أضحك الضحكة الشريرة. أترى أيها الزاحف، لا يمكنك أنت ومركبتك الرديئة إيقافي. أيها الزاحف، أنت بخير؟ لماذا ذهبت وحدك هكذا؟ لا يمكنني الاعتناء بك إن وقعت في ورطة. لا أحتاج إلى الحماية، أنا قوي وكبير كفاية. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف انتظر. ماذا تنوي أن تفعل؟ ألم تكتفي بسرقة حافلة المدرسة؟ لا، بواسطة هذه الدواليب ستتسلق حافلة النينجا وتزحف وتتسابق في أي مكان. أفضل بكثير من مركبتك. مركبتي أفضل بكثير، سأثبت لك هذا. وكيف ستفعل ذلك بعد أن استوليت على مركبتك؟ انظرا إلي. وإن كان محاربا نينجا فسنواجه متاعب نينجا الليل. لست أدري، ربما. محارب نينجا! إنه محارب نينجا صغير. أجل، إنه صغير للغاية وهو ظريف نوعا ما. ليس ظريفا، إنه محارب نينجا. إنه يبدو خائفا. لا عليك، لا تخف. ماذا يقول باعتقادك؟ لا أعلم، ربما يحتاج للمساعدة. إن كان يواجه مشكلة فعلينا مساعدة. لا، حتما أرسله نينجا الليل. أتذكر ماذا فعل في المدرسة؟ لكنه يبدو تائها، ربما كان تائها في المدرسة وتائها هنا الآن. لماذا أنت هنا معنا؟ أنت تائه بالفعل؟ إنه لا يفهمك أيها الفتاة. أو ربما يحاول أن يخدعنا، لا جدوى من التحدث إليه، علينا أن نخرجه. ها؟ ما يبدو أنه أحبك. لا، ابتعد، ابتعد. تعال، يجب أن تذهب الآن. توقف، لا نلعب المطاردة. أين ذهب؟ حقا؟ ها؟
نفسك. بريق ميكروفون الذهبي يدفع تفيل الغناء. لا 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 لا. يا للهول، الفتاة لونا أخذت الميكروفون الذهبي لتقيم حفلتها الخاصة، والعفة ترافقها في الغناء. سوف أستعيده الآن. إن قام أحدكما بشيء مذهل لمساعدتي سأحسم أمر التذكرة الإضافية. سوف أرافقك، هذا ما يفعله الأصدقاء المقربون. ماذا؟ تخفى الزاحف الخارق. هذا يشبه الزاحف المخبول. لا، الزاحف، خذي هذه أيتها الغبية. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبداً، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. بسرعة لنلحق بفتاة لونا. انتظرا، أحتاج مساعدة. أريد التذكرة، سأساعدك. وأنا أريدها أيضاً، عضلات الزاحف الخارقة. أنت على ما يرام؟ أجل، رائع. من سيساعدني في القبض على لونا؟ أتسمعني أيها الفتى القط؟ ربما أخبرك الطائر الصغير باسم صاحب التذكرة الإضافية. أوه، مرحبا أيها الزاحف الأبلة، هل أنت مستعد لأن تتلقاها؟ ما الذي أراه؟ كل ذلك من أجل البيض المسلوق؟ ليس مسلوقاً بل فاسد. أوه، سأختبئ قبل أن يحول روميو مركبتي إلى وجبة إفطار. تخفي مركبة الزاحف. لا، لا يمكنني إخفاؤها وهي ملطخة بالبيض. ضاد الأوان، سأضلله. هذا البيض مخصص لتجربة تحطيم الرقم القياسي في صنع العجة وسأستعيده. تقصد هذا البيض المتعفن؟ آلة العفن أفسدته كله، وستفوح رائحة نتنة جدا عند كسره. أوه، رائحة مقززة. قريبا سيختبئ الجميع في منازلهم لتجنب الرائحة الكريهة، وأنا سأتولى السيطرة. يستحسن أن تهرب أيها الزاحف الأبلة. استمتع بالرائحة المقززة أيها الزاحف الصغير. أوه، نجحت في تضليله، لكني بحاجة إلى مركبتي للهروب من الرائحة. أين تركتها؟ زاحف، الرائحة كريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة، أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعاً لا، لكن مرحباً أيها المقنعون الصغار، أم علي القول المقنعون المقززون. سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة، لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميو. إنها لونا. يا إلهي، أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعداً. أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل، أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق.
يا رانوك، أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. قوما بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، اتركي الأمر لي، مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، اتركي المنطاد. إنه القط الصغير، أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً، تفضل وخذ. لا بأس، أنا بخير. يبدو أن القط وقع في المسيدة. يا إلهي، أيها الفتى القط، هل أنت بخير؟ أجل، كما قلت هذا سهل. لما لا تستخدم سرعتك الخارقة لإلهائها وأنا أقوم بالطيران لأخذ المنطاد؟ لا، سأتولى الأمر، طيران الرائع سينقذ الموقف بالتأكيد. مستحيل، هذا خطر جدا. لا عليك، سأفعلها، أنا بارع في الطيران. بومة أيها القط، مسألة الطيران مهمة. ليس الآن أيها الزاحف. انتظر. حسنا، استمرا بالجدال وسوف أحضر المنطاد. لا أعتقد أن عليك أن تطير بومة، فأنا بارع في الطيران. لونا يجب أن أخبر المقنعين، لكن إن احتاجا المساعدة سأخبرهما بنفسي. كان ذلك وشيكا. هذا الصوت غريب، لنرى ما هو. يا إلهي، هذا العطاس قوي للغاية. عضلات الزاحف الخارقة. ما الذي تسبب بانتنائه؟ انتبهي جيدا، ربما أحد الأشرار. الزاحف، ظنناك أحد الأشرار. أردت إخباركما بأن الفتاة لونا تتجه نحو المدرسة. لما لم تستخدم جهاز الاتصال؟ ظننتكما بحاجة للمساعدة. لن تتخلص من العطاس إن لم تبقى داخل المقر. أنا أعرف ذلك، سأعود الآن. حسناً، سنتجه للمدرسة. حذرنا إن رأيت شيئاً. أرى، ها هو مصدر الشعاع. روميو، مجدداً. ما علي إلا التصويب إلى اليمين بعض الشيء. كنت أعني إلى اليسار. ما الذي أراه؟ أليس ذلك هو التلسكوب المفقود الذي نبحث عنه؟ لنتحقق من هذا. سيدي لديك زوار.
أها، المقنعون الصغار، هل تبحثون عن تلسكوب؟ لما سرقته يا روميو؟ أليس واضحاً؟ أحتاج إليه من أجل جهاز ليزر الفضاء. ها؟ ليزر فضاء؟ رائع! أعني، ما الذي تضمره؟ سوف أنحت صورتي على وجه القمر. على القمر؟ سأختار هذا الجانب، وسيم جداً صحيح؟ هذا أكيد، وسيعرفني الجميع بعد أن أتمكن من السيطرة على العالم. بعد أن تتعلم كيفية تصويب الليزر بدقة. أنا أعمل على ذلك. لا يمكنك تغيير القمر، لذا أعد لنا التلسكوب. قطة سخيفة، بوسعي أن أفعل ما أشاء. حقا؟ أوقفهم أيها الروبوت. ساعده ليتخلص من الروبوت وسأمنع روميو من استعمال الليزر. إلى اليسار قليلاً. سوف أريكي. ساحب، افعل شيئاً. أفعل ماذا؟ لن أوقف الليزر والروبوت في آن واحد. إلى اللقاء أيتها العصفورة. انظرا، إنه مختبر روميو. أها، عرفت أن روميو السبب. حان الوقت للسرعة الخارقة. مهلا، سأخرج من السيارة لأحميكما من الخارج. سأساعد. لا داعي، لننطلق. أي، آسف، الزر الخطأ. إلهي! ها! لا مجال أمامكم لهزيمة أيها المقنعون. والآن، أي نوع من الخراقة ستلائم هذه السحلية الزاحفة؟ التعثر والانزلاق؟ الترنح؟ لا، بل القبضة المنزلقة. ممتاز! ماذا؟ ما الذي حدث؟ حدث الساحر! أنا أتأكد من أن الزاحف بخير. إذا ما الخطب؟ لا أدري، لم يعد بوسعي تسلق العمود. بالطبع لا يمكنك، فأنا من جعل يديك سريعتي الانزلاق. شعاع ما للتسبب بالخراقة؟ شعاع ما؟ بل شعاع الخراقة الأكثر عبقرية. لا، أصاب الزاحف. أجل، لا تريد الاعتراف بأنك مصاب، فقيادتك الخرقاء أخرجت الزاحف من سيارتك. أنا؟ أخرق؟ مستحيل، رقب حركاتي الدقيقة بينما أذهب لتعطيل الشعاع. سرعة القدس الخارقة. انتظر. ربما لم يصبه الشعاع. الفتى الخائف. علينا حماية بوما من الشعاع، فهي الوحيدة التي لم يصبها بعد. وأنا ها هو المقنعون الصغار. المعلم فانغ مستعد للقتال، وكذلك كيك ماجي. لكن استسلم روميو، لن تفلت. أنا لا أحاول الهرب. بالضبط. مهلا، ماذا؟ ما هذا؟ مرحبا، أنا روبي. لا تكن مهذبا مع المقنعين الصغار، لكنهم يبدون لطفاء. هذا آخر اختراعاتي، صديقي الروبوت المطور الجديد، سيساعدني في أعمال الشر. ماذا فعلت بأدوات ساحة اللعب؟ لست من فعل ذلك، لما لا تسألونه؟ هذا الروبوت مصنوع من جميع المعدات المفقودة، إنها هنا. هل يقوم روبوتك القديم بصنع روبوت جديد؟ لماذا تريد صنع روبوت آخر؟ لا أعلم، ربما أصيب بالجنون لأنه لا يصغي لأي شيء أقوله. هذه مهمة المعلم فانغ وكيك ماجي، هيا بنا. لكن بقوة قبضة المعلم فانغ الهائلة آمرك بالتوقف. إلا إن كنت تريد أن تواجه ركلتي القوية. زاحف؟ أحتاج تمارين الإطالة أولاً. أعد معدات ساحة اللعب.
لا، هذا الروبوت هو صديقي الحميم الجديد. كيك، إنه يهرب. هيا بنا أيها المعلم فانك. لحظة، انتظراني، انتظرا. سأطير فوق المباني وأراقب المكان. المعلم فانج وكيك ماجي لا يحتاجان هذا، معلما الفنون القتالية. هيا! أجل، مستعدان لأي شيء. آسف. لا بأس. يا! لكن ماذا عندي؟ يا إلهي! لم أكن مستعداً. ولا أنا. لا يمكن لسلات نفاية متدحرجة أن توقف كيك ماجي. أين هو الروب؟ نعلم أنك أخذت شيئاً من المتحف. ما هو؟ أخذت شيئاً بسيطاً من أجل عريني. دربتك تماماً. انتهت المرحلة الأولى. لم أعد بحاجة إلى هذا. أوه لا. أنت مستعد؟ أمسكته. لكن لماذا رمت؟ أظن أنها تنوي فعل شيء ما. أو ربما هي خرقاء. هيا لنرجع. سأعود إلى بيردي. أثار حيوانك الأليف الفوضى في مقرنا. لكن لما فعلت هذا؟ ها؟ ربما لأنك تركته وحده. لاينل يحدث الفوضى دائماً حين لا أعره الكثير من الانتباه. ظننت أن الحيوانات الأليفة مسلية. إنها مسلية وتحتاج إلى تدريب وتمرين والكثير من ها؟ إنها الفتاة لونا في حديقة الحيوانات. هيا بنا، فلنذهب. لكن ماذا عن بيردي؟ سأخبرك. سيأتي معنا. سوف أقوم بتدريبه ونحن في الطريق. لا يمكنك اصطحابه أثناء المهمة. سيكون بخير، صحيح؟ جيل، جيل. توقفي لونا، دعي الفراشات وشأنها. آه يا إلهي، إنهم المقنعون جاءوا لإفساد متعتي مجددا. هيا عثث، لنخرج من هنا. غريب، ليس من السهل إخافتها عادة. هيا، يمكنك العودة إلى الداخل. الآن بيردي، أنت تخيفها. اذهب وانتظرني في الطائرة. روميو؟ مرحبا أيها المقنعون الصغار. لكننا رأيناك تقود مختبرك. لم أكن أنا، لا أحد يقود مختبري. لقد أصابه تماس كهربائي وانطلق من تلقاء نفسه. من الجيد أن لدي هذا القطار فائق السرعة لإيقافه. من أين لك بهذه السكك الحديدية؟ المسألة بسيطة، الفضل يعود لاختراعي صانع السكك. إنه يصنع السكك في كل مكان. عجباً، إنه مذهل فعلاً. الاختراع الأروع هو ذلك الموجود في الخلف والذي يفكك السكة. ولكن هذا القطار لا يلزمك. سنعيد المختبر لك. ها، وكأنني سأستغني عن هذا القطار حالما أستعيد مختبري. مستحيل. مستعيناً بأدواتي المخبرية أستطيع زيادة سرعة هذا القطار وسأغدو أسرع شرير في العالم. ها؟ ها 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 أنت يا مختبري. وداعاً أيها المقنعون الصغار، يبدو أن هذا القطار فاتكم. يجب علينا أن نوقف روميو قبل أن يجعل القطار أسرع وأخطر. أمرك أيتها البومة. ها نحن ذا يا روميو. القيادة الآلية. أوه رائع، هذا القطار مذهل فعلاً. اقتربت منك يا مختبري المشاكس. ها، لن يمسك بي المقنعون الصغار مطلقاً بسيارة القطط البطيئة جداً. هيا بنا، فلنوقف روميو. جناحاي الخارقان. ها؟
وضعها في الخزان. لونا، ما الذي تخططين له؟ يا لها من مفاجأة، علمت أنكم ستسارعون بالعودة إلى أعمالكم الخيرة تلك. لماذا تصنعين السحب السوداء؟ لا يستطيع أحد اللعب اليوم. هذا هو بيت القصيد أيها الزاحف، لا يتسنى لي لعب ألعاب الصيف السخيفة، لذا سأحجب الشمس بسحب الحاجبة كي تعجزوا عن ذلك أيضا. يمكنك اللعب معنا. لمستك. ألعب ألعاب النهارية سعيدة مع المقنعين الصغار المزعجين. اليوم مجرد اختبار، حالما يمتلئ الخزان سأطلق السحب في آن واحد وسينتهي الصيف. سينتهي. سينتهي الصيف، سيكون هذا مريعا. شتت انتباه الفتاة لونا، ثم سأنتشل المغناطيس وأعكسه لجذب كافة السحب للداخل. أوه حقا، تظنك قادرا على سرقة مغناطيس لونا أيها القط؟ حسنا، انظر ما لدي من أجلك. كيف للسحب أن توقفني؟ أعرف كم تكره القطط الماء، لذا هذه سحب مطرية. قوة لونا، أرسل السحب إلى الفتى القط. اطمئنا، سنلتزم بالخطة، أستطيع تولي الأمر. حسنا أيها القط، كن قويا. أعجز عن تولي الأمر. أيتها السحب، أمطري على الفتى القط أينما ذهب. نفسك ظريفا يا أحادي القرن، أليس كذلك؟ لكني أعرف شخصا أكثر ظرافة. أما قريب ستصبح صورتي في كل مكان بدءا بكل هذه الكتب. تبدو وسيما يا سيدي، سيرغب الجميع في أن تحكمهم. صحيح، لن يكون بيدهم خيار. والآن لنحضر المزيد من الكتب. استعملي نظرك الثاقب لبحث عنه. لا داعي لذلك، سأستعمل قوة فلاسي فلاش. فلاسي فلاش، فكري وعثري عليه. فلاسي فلاش، فكري وعثري عليه. يمكنها العثور على الناس بمجرد التفكير بعمق شديد. لكن هذه طريقة في الكتب فقط. أظن أنني فقدت شيئا، إنها ضحكة روميو. أحسنت أيها الروبوت. المقنعون الصغار؟ هذا سيء يا روميو، لما تفسد الكتب؟ إن القراءة أمر رائع. ليست كذلك، فلا أحبها على الإطلاق، أفضل النظر إلى صوري بدلا منها. ماذا؟ يجدر بك قراءة كتاب ممتع كفلاسي فلاش. مستحيل، تخلص منهم أيها الروبوت. روميو أخذ كل الكتب. سأوقفه بحركات فلاسي فلاش. أركلي، دمري. ها ها. يبدو أنك لا تجيدينها كما يجب. ما المشكلة في حركاتك المذهلة؟ لا بأس بها، لكن حركات شقلبة فلاش ستفاجئ روميو عندما أجيدها. حسنا، لنكتشف ما هي وجهة روميو التالية. أين توجد الكثير من الكتب؟ في مكتبة المدينة. يا للهول، إنها تحتوي على بعض أثمن الكتب في العالم. يجب أن إنه هناك. المعرض العلمي وراء الجدار، لن نسمح له باختراقه. إنهم المقنعون الصغار، شاهدوني وأنا أحصل على حقيبة نفاثة. الحقيبة نفاثة؟ لما تريدها؟ أتعتقد أنني سأمشي في المكان بينما أحكم العالم؟ مستحيل، بل سأحلق في الأرجاء. أو كما أنني سأنفث الروائح الكريهة عبر مداخن البيوت كلها باستعمال جهاز نفث الروائح. سينشغل الجميع في محاولة إزالة الروائح الكريهة، ولن يتمكن أحد من منعي من الاستيلاء على العالم. ستكون هذه كارثة.
يا صديقي، علينا أن نوقف قفازي الملاكمة. قفزة القط الغارقة. وأنا سأحجب الرؤية عن روميو. أنت ماذا تفعلين؟ ستعرف فوراً روميو. ماذا؟ والآن سأقضي عليك بلمسة بسيطة لإعادة تصميمك. عضلات الزاحف الخارقة. مرحى. زاحف احذر. بدأ ينزلق. قبضته السحرية الخارقة. رائع، انظراه. يمكن تحويل هذه القطعة التي من الجرافة إلى عصا قفز رائعة. إنها عصا قفز كبيرة. سأصلح جرافتي وأريكم أيها المقنعون الصغار. ردائي عالق. إنه سريع، لكن يمكنني أن أكون سريعاً أيضاً على عصا القفز. اصبري أيتها البومة، فأنا قادم لإنقاذك. ها؟ أيها القط، ماذا تفعل؟ هذه الأصوات مألوفة. لا تنصتوا لكلام الآخرين. يجب أن تكونوا محاربين. نينجا الليل، استحوذوا على سائر المعدات الرياضية. مرحباً أيها المقنعون الصغار. أعد لنا الأدوات أيها النينجا. أطفال النهار بحاجة إليها. بل أنا بحاجة إليها لأجل محاربي النينجا الخارقين خاصتي، إنهم يزدادون قوة. سرعان ما سيتسنى لي تعليمهم حركات النينجا الخارقة. إنهم لن يضاهوني قوة. لننقذ يوم الرياضة. أنا سأتولى الأمر صديقي. عجباً، أعد لي هذه الدراجة. أطفال النهار بحاجة إليها. ماذا؟ توقفوا. واو، أصبح محاربو النينجا أقوياء. نعم، وهم بصدد التدرب معي. قلت بصدد. والآن لساحة التدريب التالية. اقلب لي الصفحة. محاولة موفقة، لكن تلزمنا خطة تضم ثلاثتنا. لا، محاربو النينجا هؤلاء صغار، لابد أنني أفوقهم قوة. هيا. أرأيتما؟ كمين ممتاز. عندما يأتي محاربو النينجا سأحتجزهم. استخدمي نظرك لتجدي روميو. حسناً، سأفعل عندما تعتذر. أعتذر، لكنني صدق و... صديقي. حسناً، آسف جداً. و... صديقي. حاولي الآن إيجاد... أستهدف مجنة. أرأيتما؟ لقد أصبت بالفزع بسببه. روميو؟ أو آسف، هل أشفلتكم بهذا الزاحف المجنح الآلي؟ كرة الزغب. أنا الأفضل. من غيري يستطيع سيقة نموذج ديناصور ضخم وجعله يطير؟ ما كان عليك فعل ذلك روميو. هيا لنعيد. هذا محال. أولاً سأخيف الناس بهذا الديناصور، ثم سأستخدم بقية الديناصورات لإخافة الجميع في كل مكان حتى أسيطر على العالم أجمع. سنمنعك روميو. أحقا؟ حاول منع هذا. لقد أفزعنا القط الصغير. لنحلق الآن في السماء. حلق حلق. لدينا قط آخر لإفزاعه. سيكون ذلك تمريناً جيداً لمواجهة التالية مع أولئك المقنعين. اقترب أيها القط الصغير. آه،
أيها القط، أنت تحجب الرؤية. لا أحب القطاط. قطاط؟ بسرعة لنباغت روميو قبل إصلاحه لزحف المجنح. أولاً عليك أن تعتذر لي عما حدث في المتحف. لقد اعتذرت أيتها البومة، كانت مجرد مزحة. لا بأس، أمسك به وحدي. انتظر روميو. مرحباً أيها المقنعون الصغار. أنت وراء هذا؟ لا، بل أنا. نينجا الليل، أنت الفاعل؟ كلا، ليس هو، أنا من اخترع جهاز الانكماش. قد تكون من اخترعه، لكنك تعجز عن استعماله. بل أستطيع، فأنا من يضغط كل الأزرار. لكنك تحتاج إلي لتوجيه خرطوم الانكماش. هيا، دعنا نستعمل هذا الشيء. مهلا، أوقف هذا. حسن، كل ما قمنا بتصغيره لم يكن سوى تدريب. تدريب لتقليص ما نريد تقليص حجمه. أنتم. نحن؟ أجل، إن أصبح حجمكم صغيراً سيكون بوسعي أخيراً أن أستولي على العالم دون إزعاج، وسيكون بوسعي تحويلكم إلى مقنعين صغار جداً، وستكونون بلا حيلة، ستضطرون لتنفيذ أوامري. هذا سيء جداً. ليس بسوء الاستيلاء على العالم. بل هو كذلك. لا، ليس كذلك. بلى كذلك. لا، بلى. لا يهم الخطة الأسوأ، لن تتحقق أي منها. أنا فتى كبير ولن يقلصني أحد أو يقلص أحد أصدقائي. حان الوقت لإعادة كل شيء كما كان. هيا أيها الأصدقاء، احترس أيها الفتى القط. سأتولى الأمر. وأنا سأتولى أمر تقليص حجمه. الفتى القط، هذا فظيع. انظروا إلى القطة الصغيرة، تمكننا من تقليص حجم واحد، بقي اثنان. وراءهم يا محاربي النينجا. نحتاج إلى الآلة كي يعود لحجمي. بصراحة صوتك مضحك جدا. سنساعدك. لا أحتاج مساعدة. ربما أنا عالق في جسد صغير، لكنني لازلت كبيرا وسأثبت ذلك. سرعة الخير. العجب، ما الذي تفعلينه أيتها الفتاة لونا؟ المقنعون الصغار، تعرف إلى كرة القمر خاصتي. ستشفط كل لعبة نهارية ممتعة كي أحتفظ بها كلها لنفسي ليلى. ليس إن تمكننا من إيقافك. إيقافي؟ ها، إن كرة القمر لا تشفط الأشياء الممتعة وحسب، بل بوسعها شفط المزعجين أيضا. الزاحف. أركليها. هاي، لماذا لم تشفطنا كرة القمر؟ ربما لأننا ركلناها. أجل، إنها كرة قدم ضخمة. راقباني. هاي. آسفة، ركلات رائعة. رأسية. القط الخارقة. تشفت جيدا أيها الفتى القط. لا يمكن. هاي لونا، انزليني. انزلك. حسنا. سألتقطك. لا، أنا سأمسكه. سأمسك به. لونا، حان الوقت لشفط الملعب. علينا أن نوقفها. جيد أنني بارعة في العرقلة. مهلا، سنعمل معا كفريق. أولا سأشفط اللعبة الدوارة. أنت بطيئة. انظرا، إنها الفتاة لونا.
إنها تسرق هدايا الجميع. عيد الميلاد غدا، ولن يجد الناس هدايا ليفتحوها. أيتها الفتاة لونا، أعيدي تلك الهدايا فهي ليست لك. انسوا الأمر أيها الأخيار، إنها لي، عيد الميلاد لي وحدي، لي لي. اسمعا، إن وصلنا إلى لوح لونا لن تتمكن من بلوغ المداخن. فكرة جيدة، هيا بنا. سأوقعها أرضاً. يا جناحي، هدايا. لأنني لا أريد ذلك. تعالي وخذيها إن استطعتي. هاي، إنها لي أيتها الحمقاء. لا 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 يا صديقي، أحتاج لوزن إضافي لإنزالها. ماذا؟ النظرة ثاقبة. انظرا، مختبر روميو. وي، هذا ممتع للغاية. كنت أعلم أن روميو السبب. هناك شيء في الجهة الأمامية. إنها تبدو كآلة الثلج. اتبعيها أيتها البومة. أها، كنت أتساءل متى ستظهرون أيها الأخيار المقنعون. ما الذي تنوي فعله؟ أليس واضحاً؟ سأحول المدينة إلى أفعوانية جليدية من أجل اختبار جديد. ثلاجة الاختبار خاصتي. ها، تقريبا أمسكته. هل تريد جولة رائعة روميو؟ استخدم عضلات الزاحف الخارقة لدفع مختبرك على عجلات. لا يتعلق الأمر بالمرح وحسب، رغم أنه ممتع. بينما تنزلقون وتسقطون في كل مكان، سأقوم بالسيطرة على العالم بأسره. سيسيطر روميو على العالم بأسره؟ إنه منحدر. لا يمكنني العبور، يجب أن نهبط. علينا إيقافه قبل أن يجمد شيئاً آخر. إنه زلق للغاية. شكرا لك. هاي، ربما علي مطاردة روميو، فقدماي لاصقتان. مهلا، لدي خطة ستنجح. لكن خطتي اللاصقة س... أحتاج بعض المساعدة، هيا إلى الطائرة. فراشة، حتما هربت من لونا. لنجعلها تتبعنا. هيا يا فراشة، طيري معي. هيا، سنذهب للبيت. ألوان رائعة أيتها الفراشة. أيها يعجبك؟ هذا أم هذا؟ هذا يستغرق وقتا، نحتاج سرعة القط الخارقة. هيا، ما الذي حدث؟ أمسكتك. ماذا؟ كنت قاسياً جداً معها، أخرجها حالاً لا تجعلها بائسة. إنها أفضل طريقة لإعادتها، وهناك المزيد، انظرا. حسناً، لنحاول مساعدة الفراشات. هيا، تعالي.
أجل، هيا. هل تحبين الأحمر، الأخضر، الأزرق أم جميعها؟ ها؟ سرعة القط الخارقة، واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، يا للروعة، أصبحت بارعاً. ماذا؟ ما بك، فلتكن رقيقاً، أنت تجعلها تعيس هكذا. لكنني أساعدها. الآن، أين لونا مع باقي الفراشات؟ انظرا، أليست هذه عثثها؟ ديري بعيداً، لم أعد بحاجة إليك. هيا يا صديقي، لننطلق. لقد أخفقت بما يكفي أيتها العثث التافهة. حان الوقت لأجرب الفراشات كأعوان لي. لن تذهبي إلى أي مكان أيتها الفراشات. ليس بهذه السرعة، المقنعون الصغار سيعيدون هذه الفراشات. أوه حسناً أيتها العثث، لديك فرصة أخيرة، تخلصي من المقنعين الصغار.